أدبي يوقف معاك يعني. لا لا كله كله وأنا اللي بتكلم. أنت كل مسؤوليتك تم. تفضل. في شاب جاني قبل الحج بكم يوم مع بداية حرارة الجو. يا سلام. قرب قال لي أنا عندي يعز عليه وقال أنا عندي ظروف اقتصادية ومحتاج فلوس. وصار لي كذا كذا كذا. يا سلام. قلت لو أعطيتك المرة الأولى ما بيعطيك المرة الثانية، لو سددت عليك الفاتورة والإيجار ما بسدد. حلو. أنا بعطيك شيء ثاني. تعالي الساعة 3 الفجر 3 ونص. يا سلام. قال لي ابشر. رحت أنا وياه لسوق العزيزية. رحت سوق العزيزية أنا وياه. يا سلام. سوق العزيزية اللي هو سوق الجملة. حق الخضار والفواكه. الدخول الظهر ب 12 ريال او 15 ريال تدخل بسيارتك. دخلت انا وياه وقعدنا تقريبا لين اذن الفجر. فرشوا سجاجيدهم الناس وكل شيء وصلوا. العمال واللي يحرجون وكل هال فرشت وياهم وصلينا سوا. اول ما قال الامام السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله لقط الميكروفون بدا ايش؟ يحرجون. اخذت من وياه قلت انت مبتدئ بناخذ لنا الان حوالي 70 حبه حب بطيخ. اي ومن الشمام اخذناها من 8 ريال 7 ريال 8 ريال. يا سلام. ما كثر ما كثر او بالنقوه على 10 ريال. انا ما اعرف صراحه في الحبحب النقوه ولا شيء، فاخذت اللي ها مواريها زينه يعني. وحطيناها ايش في سيارتي. اعطيتها عربه صغيره قلت له وقف روح ارقد. صلينا يمكن تقريبا الساعه 6 وربع خلصنا الفجر الصبح يعني. إيه؟ رحت انا وياه افطرنا وقلت له ارقد الحين قبل اذان الظهر مر علي. حطيتها تبرد ثم بعد صلاه الظهر عند احد المساجد على الساعه 4:30 العصر كلها بيعت. يا سلام. من 20 ريال يا سلام 20 25 ريال يعني تقريبا حوالي 150%. حلو. شرينا 70 من ما يعادل تقريبا 450 ريال، بعناها بحول ال 1200 و1200 وزياده. يا سلام يعني. ما شاء الله. قلت هذا 700 ريال هذا في يوم واحد. قال لي قلت عرفت الطريق؟ قال لي والله بالله عرفته. قلت خلاص بكره كمل وزود الى 100 حبه لين تصل لك للونيت. تاخذ لك ونيت حموله الونيت الصغير ب 800 ريال، حموله الدينا ب 2000 ريال، حموله الجمص الكبير ب 1500 ريال. وأبعطيك شيء ثاني بس أبغاك تجيب لي حبة كبيرة. قال أبشر وجاب لي حبة كبيرة بطيخة كبيرة. وقمنا فتحتها من فوق قصيتها وحطيت فيها الخلاط. عرفتوا الخلاط حق المصابيب يضرب فيها ليه طلعت عصير موية. حطيت فيها كسر ثلج. حطيت عليها اللي هو يسمونها الضغطات. عرفتوا مشروب الشباب اللي يحطونه مع السفنب. النكهات السيروب هذا. ايه. نكهه شو اسمه المهيت ولا المهيت المهيت ولا باللون الازرق. وقلت اذا والان اللي بيجيك بهالظهر بيشتري لك واحده ب 20 25 عطه كاسه صغيره ذواقه بس. يا سلام ذواقه بس سلام. فكره جهنميه. وعلى فكرة هذه السنارة هذه. وعلى فكرة ما شاء الله المشاهدين يعني راح يستفيدون. على فكرة أخذت الحبحبة الكبيرة ذي فتحت فيها فتحة وحطيت فيها عرفتوا حق البرادة. أنا شفت مشهد لا يكون أنت. حطيت حق البرادة من الصين بزبوزة. لا لا طار عن بزبوزة. لا لا شفت والله أحد المشاهير. يا سلام. أحد الدول يعني. فالمحط بس اللي قلت له بحط فكرة الموهيت وهذاك المشهور لا بس حبحب وثلج يعني. وحطيت له ذواقه كذا قدام الزبون ما شاء الله على كم الكاسه على 10 الحبه هذه اللي بيعها ب 25 30 ريال طلعت له ما يقارب حوالي 100 وشوي. لا 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 يمكن حوالي يمكن 28 29 كاسه ما شاء الله. كاسه ب 10 ريال حوالي 280 ريال. قال والله بوقف عن بيع الحبحب. قلت لا يا ابن الناس خل الناس تذوق هذه وخلهم ايش يشترون الحبحب عشان هم يسوون الثلج في بيتهم. هذا كفكره تجاريه لكم والله. المثل الشهير يقول لا تعطيني معك العده يا ابو علي معك العده علمني كيف اصطاد بالضبط. هذا المفروض يصير لدى يقول لا تعطيني سمكه علمني. الله ينعم عليكم. اخوي خالد ما شاء الله خذ المحتاج وعلمها
ودخلها على طول في سوق العمل. أبد للمشاهدين الكرام، أنا ساعدة وجهز الفتاة، ولو يبغى بعد عربة صغيرة قلص ولا شيء أصب أضع لها الفكرة كاملة. يا سلام يا سلام. حتى صممت عربة على نفس رسمة الحبحب هذا شايفة من برا، من برا تشوفها تقريبا حوالي كبيرة ضخمة يعني قد يدخل فيها رجالين يعني، من برا كلها على الحبحب شكل بطيخ على شكل جسم هذه اللي يسمونها قلص.